أكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيجة الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي على ما يحظى به قطاع التعليم العالي من دعم من لدن جلالة ملك البلاد المعظم واهتمام مستمر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادتها خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي لقيادة وإدارة المشاريع في العصر الرقمي الذي يقام تحت رعايتها بتعاون ما بين جامعة العلوم التطبيقية وجامعة لندن ساوث بانك البريطانية وبالشراكة مع اتحاد الجامعات العربية ومعهد تشارترد العالمي للبناء وجمعية المهندسين البحرينية. وأشارت سعادة الأمين العام إلى ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بآفاق البحث العلمي والأكاديمي وتحقيق الجودة والرصانة العلمية بمؤسسات التعليم العالي للارتقاء بجودة التعليم في مملكة البحرين، مشيدة بجهود جامعة العلوم التطبيقية ومنتسبيها في هذا الشأن. كما أكدت بأن مجلس التعليم العالي أولى اهتماما بالبحث العلمي جنبا إلى جنب مع حوكمة التعليم العالي، معربة عن تمنياتها بالخروج بتوصيات تسهم في استدامة النمو الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية لمملكة البحرين. ويتضمن المؤتمر 53 ورقة بحثية من 16 دولة حول العالم بمشاركة نخبة من كبار الخبراء والباحثين. كما يناقش المؤتمر الفرص الحالية والمستقبلية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة مع التركيز بشكل خاص على التحول الرقمي انسجاما مع توجهات مملكة البحرين في تعزيز ثقافة التحول الرقمي في التعليم بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي.